السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وإيموجين جديد. المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات عملنا الإيموجي اللي بيضحك، والنهاردة هنعمل إيموجي اللي هو القلوب. سهل وبسيط، نفس الخطوات هي قريبة من بعض جدا، بتختلف بس طبعا في الأشكال اللي برا. يلا نبدأ مع بعض، اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ نعمل الإيموجي القلوب الحمراء، وهنبدأ مع بعض ونعمل دايرة سحرية. طبعا احنا دايما بشتغل انا بإبرة اكبر مقاس وشوية في السطر الاولاني، وبعد كده بشتغل بمقاس اصغر بعد كده في الاسطر التاني عشان يبقى اسهل في الشغل. انا دلوقتي هعمل سلسلتين، هعتبرهم مش موجودين اصلا معايا عشان يظبطوا معايا الشغل وما تطلعش فيه شكل مش كويس في الدايره بتاعتي. هلف كده وهبتدي اعمل اول نص عمود، اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعة تمانية. هشد الخيط الصغير كده، هبدل الإبرة، هبتدي اشتغل بقى بالإبرة الصغيرة. انا عندي اول سلسلتين انا مش هحسبهم معايا في الشغل، وهدخل في اول غرزة اللي هو تالت غرزة، وهعمل غرزة منزلقة. هرتفع سلسلتين برضو مش هعتبرهم من الشغل، وهدخل في اول غرزة تاني وهعمل اول غرزة نص عمود، وهدخل فيها تاني واعمل غرزة نص عمود، يعني هعمل تزايد. تاني غرزة برضو تزايد، تلاتة اربعة، في كل غرزة بعمل غرزتين، ادي خمسة ادي ستة ادي سبعة تمانية. اجي اخر غرزة معايا رقم تمانية، عملت في كل غرزة غرزتين. خلاص هاجي هنا برضو عند الاتنين، اجي واحد اتنين، وهدخل في الغرزة التالتة واعمل غرزة منزلقة. شايفين السطر الغرزة بتطلع معايا مظبوطة ازاي؟ مفيش ميل، الدايرة بتطلع معايا مظبوطة. هرتفع سلسلتين برضو ماليش دعوة بيهم، انا عندي كده 16 غرزة. هدخل في اول غرزة هي اللي انا ارتفعت منها السلسلتين، وهعمل اول عمود، وبعدين الغرزة اللي بعدها هعمل تزايد هي رقم اتنين، الغرزة رقم تلاتة هعمل فيها عمود، الغرزة رقم اربعة هعمل فيها تزايد. يبقى انا كده غرزة عمود غرزة تزايد. هنعدهم مع بعض عشان نتأكد ان هما 16 غرزة عشان نطلع بعد كده، عشان اوريكم ان احنا لازم نهاية اخر غرزة لازم تكون معانا عدد زوجي. خلاص انا كده في الغرزة رقم اربعة، خمسة هعملها غرزة نص عمود، ستة هعمل غرزتين، سبعة هعمل غرزة عمود، تمانية هعمل غرزتين، تسعة هعمل غرزة نص عمود، عشرة هعمل فيها اتنين نص عمود، حداشر هنعمل عمود، اتناشر نص عمود، تلتاشر عمود، اربعتاشر نص عمود، خمستاشر
عمود رقم 16 هنعمل فيها 2.5 عمود. يبقى كده اخر غرزة عندي بقت غرزة تزايد. انا عملت غرزة حشو، غرزة نص عمود وغرزتين نص عمود، غرزة نص عمود وغرزة غرزتين نص عمود، يعني واحدة نص عمود والتانية تزايد. هاجي هنا ادي اول واحدة 2، هدخل في التالتة. لازم السلسلتين اللي في الاول عشان يحافظولي على الشكل بتاعي. هرتفع سلسلتين برضو اللي هم دول ملناش دعوة بيهم، وهدخل في نفس الغرزة اول غرزة وهعمل اول نص عمود، وبعدين 2 نص عمود، ورقم 3 هو اللي هيبقى فيه التزايد. ادي 1 2، 1 2 تزايد، 1 2، وبعد كده تزايد. هنكمل السطر بنفس الطريقة، 1 2 تزايد، 1 2 تزايد، اهو شايفين، 1 2 تزايد، 1 2 تزايد. هكمل السطر بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. خلصت السطر 2 تزايد، نص عمود نص عمود تزايد، ودايما زي ما اتفقنا اخر غرزة معانا بتبقى تزايد عشان يبقى العدد بتاعك معاكي مظبوط. هاجي برضو اول سلسلة 2، هدخل في التالتة اللي هي اول غرزة احنا عملناها. تمام، هرتفع سلسلتين، هدخل في نفس المكان اول عمود اول نص عمود اهو في نفس المكان بتاع الارتفاع بتاع السلسلتين. هلف هدخل في تاني غرزة وتالت غرزة، ورقم 4 هي اللي هيبقى فيها التزايد. اجي 1 2 3 والرابعة تزايد. تاني 1 2 3 والرابعة هيكون فيها التزايد. هكمل السطر بنفس الطريقة، 3 نص عمود والرابعة تزايد. خلصت كده السطر، اخر واحدة زي ما اتفقنا بتبقى تزايد. هندخل برضو في تالت غرزة زي ما قلنا. انا كده هكتفي بالحجم ده، مش هعملها اكبر من كده. انتي لو عايزة بقى تكملي تعمليها مخدة مثلا، لو انت تعمليها مخدة عدد كبير قوي يعني تعمليها كبيرة، يبقى هتبدأي هنا بعشر غرز او 12 غرزة. تمام، عشان ما تقوصش معاكي. احنا ممكن على الثمان غرز دول نوصل لغاية 10 او 12 التزايد. يعني هنا وقفت عند الرابعة تزايد، السطر اللي بعده هيبقى في الخمسة تزايد، السطر اللي بعده في الستة تزايد، السطر اللي بعده في السبعة تزايد، وهكذا. انت لو عايزة تكبريها على الثمانية دول هيوصل معاكي للعشرة او 11 بدون ما تقوص معاكي. لكن لو انت عايزاه تعمليها مخدة او عايزة تعملي دايرة كبيرة ممكن تعمليها حتى للارض، ممكن تروحي مزودة في البداية اللي هنا دي، بدل ما هم 8 هنا انت هتزودي 10 او 12 او 14 حسب الحجم اللي انت عايزاه، بحيث لما ترتفعي تفضل معاكي مفرودة بالشكل ده ما تقوصش معاكي. دي طريقة حتى عمل الدايرة. يعني انا هنا دلوقتي عشان خلاص انا هقفل الشغل بتاعي، هرتفع سلسلة واحدة بس مش 2 زي ما كنت بعمل، لان السطر ده هعمله كله عبارة عن غرز حشو بدون تزايد او تناقص. انا مش هزود، مش هعمل اي تزايد او تناقص في السطر ده، فوق كل غرزة غرزة. هكمل السطر ده وبعد كده نرجع مع بعض نكمل شكل الاموجي بتاعنا. كملت السطر اهو، كملت السطر كده تمام، وعملت واحدة تانية، لان احنا طبعا الشغل الشكل بتاع الاموجي بنعمله كل كروشيه، فعشان الظهر يبقى شكله نظيف ويبقى طبقتين شكلهم حلو وجميل. تمام، ادي عملت واحدة منهم، خليت فيها خيط طويل شوية.
هنبتدي نثبت بقى الشكل، نعمل الاشكال بتاعت الايموجي بتاعتنا. اول حاجة هعمل العينين، احنا الايموجي بتاعنا اللي هو القلوب الحمراء، هنجيب اللون الاحمر. انا عندي اللون ده غامق شوية معلش، بس مش مشكلة وشغال. احنا برضو زي ما اتفقنا بشتغل انا باي حاجة على اساس ان انا ابين لكم الفكرة يعني، وانتوا بقى يعني بتختاري الالوان زي ما انت عايزة. هعمل دايرة سحرية، هعمل غرزة تثبيت في الاول، ثبت الدايرة كده، طريقتها موجودة معانا على القناة. بعد كده اول حاجة هرتفع سلسلة تانية فوق السلسلة بتاعت التثبيت كده، معايا سلسلتين، هلف هدخل في الدايرة، اعمل اول عمود، بعد كده تاني عمود، هعمل بعد كده اتنين نص عمود. بقى انا بديت بسلسلتين وبعدين عمودين وبعدين اتنين نص عمود. بعد كده هعمل عمود، بعد كده اتنين نص عمود، بعد كده اتنين عمود، ادي واحد اتنين. بعد كده هعمل سلسلتين، هشد الخيط بتاع الدايرة، شايفين اهو اداني شكل القلب. عملت السلسلتين، هدخل بقى في الدايرة تاني كده في النص خلاص، وهسحب الخيط، هعمل غرزة منزلقة، هعمل غرزة تثبيت واشد الخيط، اسيب في خيط شوية عشان اثبت بيه العينين. وبكده انا عملت ادي القلب بتاعنا، تشدي الدايرة اللي في النص دي، ادي شكل القلب خلاص. هنجيب ابرة التنظيف عشان نثبت بيه العين، ادي هو عندنا شكل الايموجي بتاعنا. هنجيب ابرة التنظيف، انا هاجي على دي في النص كده اهو، هسحبها لتحت كده اهو، من هنا كده من اي حتة هسحب اللي هو الطرف اللي انا هخيط بيه ده كده لتحت شوية عشان يديني شكل القلب كده خلاص اهو. خليت الخيوط اهي من ورا، القصير ده وانا هقطعه شوية كمان عشان ما يلخبطنيش، مع ان عايزك ممكن تسيبيه يعني تمام، بس عشان الشرح هنا ما ايه ما يلخبطكمش. هجيب ابرة تنظيف حسب ما انت عايزة بقى، لو انت عايزة اللي هي البلاستيك او ديت مفيش مشكلة، هلضمها وارجعلك. عملتها هنا ضمتها تمام اهو، هاجي هنا اهو كده. دايما لما بنيجي نركب الشكل بتاع الايموجن بنسيب السطر اللي هو بتاع الحشو والسطر اللي بعده ونبتدي نثبت كده اهو خلاص اهو. انا عندي الخيط اهو من ورا، شايفين باجي في الدايرة يعني اهو، بسيب اول واحد الحشو ده والتاني بدخل كده اهو هنا خلاص. هرجع الخيط لورا عشان ابتدي اثبتها اهي، ابتدي ادخل واطلع كده بالابرة عشان اثبت العينين بتاعتي تمام. هعمل واحدة تانية واثبتها وبعدين ارجع اعمل معاكم البق بتاعها او الفم بتاعها تمام اهو، هكملها وارجع لكم تاني. خلصتهم اهو ركبتهم تمام، هنعمل بقى البق بتاعها الفم بتاعها. هنا انا عملته هنا بالاسود اهو، بس هنعمله مع بعض باللون الابيض عشان يبقى باين. هنعمل عقدة بداية، وهعد 13 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر. هاجي في اول غرزة اعملها منزلقة،
وتاني غرزة هعملها منزلقة، تالت غرزة هعملها حشو. بعد كده هعمل 6 غرز عبارة عن نص عمود، ادي 1 2 3 4 5 6، فاضل معايا 3 غرز. هعمل الغرزة دي هعملها حشو زي ما عملت الطرف التاني بالظبط، وبعد كده هرجع اعمل غرزة منزلقة وبعدين غرزة منزلقة، وهشد الخيط هرتفع بيه كده وهقصه وهربط الاتنين دول ببعض كده، شايفين كده اهو. هنجيب بقى اللون الاسود بتاعنا اهو، هنثبته في ابرة التنظيف بالشكل ده اهو. طبعا انت بتشتغلي بخيط يكون رفيع عشان ما يديكيش شكل ضخم. هنيجي هنا ونثبته كده، تمام. انا هثبته ورا الكاميرا عشان اقدر اتحكم فيه واظبطه في النص بالظبط، تمام. هنزل بالابرة كده لتحت خلاص، وهبتدي اشتغل عليه رايح جاي اهو كده، وهسحب برضو الطرف التاني دون، هسحب حتى بالابرة التانية، شايفين الطرف التاني اهو، هسحبه كده عشان اخليه تحت. تمام، وهبتدي بقى اثبت كده خلاص، هثبتها وارجع لكم نشوف هنكمل الاموجي ده مع بعض ازاي. وبكده خلصت الشكل اهو، خلاص بسيب الخيوط دي زي ما هي، بخليها جوه اللي عشان كده احنا بنعمل طبقتين. لو انت هتعملي مثلا قماش، مثلا قطعة قماش حمراء وهتلزقيها بشمع مثلا او حاجة، ممكن تعمليها طبقة واحدة بس، مفيش مشكلة لو انت هتعملي ميدالية يعني. لكن لو انت هتعملي مخدة مثلا او عايزة ميدالية مجسمة زي كده، بتعمليها بنفس الشكل ده، هتحطي الظهر على الظهر بالشكل ده كده اهو كده، وهتبتدي بقى تاخدي الخيط الطويل اللي احنا سبناه، هنخلي كل الخيوط جوه بالشكل ده اهو، وهبتدي اخد اول غرزة، اول غرزة كده اهي، هاخد قصادها الغرزة اللي قصادها على طول. طبعا هو العدد نفس العدد بالظبط، ممكن تقفلي بغرزة، هعمل غرزة تثبيتها عشان اعدل الشغل. بعد كده هاخد قدام كل غرزة غرزة، هعمل غرزة حشو. انت لو عايزة تعمليها بغرزة منزلقة ممكن، عايز تعمليها بغرزة حشو ممكن، عايز تعمليها بغرزة الحشو المقلوبة ماشي، حسب ما انت عايزة، تمام. زي ما قلنا لو انت عايزة تنشيها بقى تعمليها طبقة واحدة وتنشيها، جيبي معلقة غيرة ونص معلقة نشا، لو انت عايزاها تعمليها طرف واحد بس ويبقى ناشف يعني وتبقى ميدالية، هتعملي معلقة غير ابيض ونص معلقة نشا، وهتدوبيهم في مية وتحطي فيها قطعة الكروشيه بتاعتك، سواء بقى ديت او غيرها او اي حاجة، تمام. هخلص كده الشكل بتاعنا النهاردة كده، هكمله بنفس الطريقة كده كله، وهرجع معاكم نشوف شكله بقى عامل ازاي في الاخر. وبكده نبقى خلصنا الاموجي القلوب بتاعنا النهاردة. يا رب الشرح يكون عجبكم. طبعا انت ممكن تحشيه فايبر لو انت هتعمليه مخدة، شايفين الظهر كده اهو مش باين فيه شغل خالص وشكله جميل. لو هتعمليه مخدة هتكبريه زي ما قلت لك في بداية الفيديو، لو هتعمليه اصغر من كده هتعملي خيط اصغر، او هتقللي
في عدد سطور التزايد. كانت معاكم رضا أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.